وزاد في العمر احتمال كبير انه يجيله سكر. زاد في الوزن، طب فهمتها، وزاد في العمر. وزاد في العمر انت مش عارف تمنحها. اه يعني لو تقدم بالعمر يعني توقع اصابته بالسكر في اخريات العمر دي وارده جدا. اه في سكر بيحصل بصوره الناس اللي عندها عامل وراثي ممكن لما يتقدم بهم العمر شويه يحصل لهم سكر. طيب دكتور كان بيتكلم عن البروفيسور بيتكلم عن الوضع في امريكا. وضع مكلف جدا، بس هم واضح ان هم داخلين في السكه الصح. اولا ثبتوا الرقم وبالتالي هيبدا يتناقص بالضروره، وبالتالي التكلفه هتقل بالضروره. بس الوضع عندنا في مصر عامل ازاي؟ يعني هو الدكتور بيتكلم عن 1000 متخصص، احنا وضعنا وضع مدرسه السكر المصريه ايه في مواجهه هذا الغول اللي انت تقريبا بتقول تقريبا واحد من كل اربعه مصاب بالسكر او عنده استعداد للسكر او عنده سكر ومخفي. في كذا شق بصراحه اتكلم فيه. دكتور اسامه اتكلم على زياده الوزن في احدى بلدان جنوب شرق اسيا، بس الرحل كان عندها الازمه دي، ازمه البدانه، واكتشفوها عن طريق الجيش، قالوا اللي بيخش بيجندوا وبعدين ببساطه شديده قرارات، ما فيش اي اعلان في الاعلام عن اغذيه كثيره السعرات المشبعه للدهون، وكل الكانتينات والمطاعم في المدارس والجامعات تتراجع، ما يكونش في اي شيء فيه سعرات كتير. ممارسه الرياضه كانت اساسيه جدا. ثلاث حاجات سهلين قوي، زائد بقى التوعيه الغذائيه الحقيقيه. يا استاذ حمدي، موضوع التغذيه الصحيه والتخسيس في مصر اصبح بالبلدي زي ما بنقول في مصر سبوبه. ايوه، ودي للاسف مقاله جايه ان شاء الله ليا وهكتبها، لان احنا وصلنا الى حد لا يطاق وخطر. يعني معظم القنوات او كثير من القنوات الاعلاميه في مصر اصبح فيها الكلام عن التخسيس اعلان وليس اعلام. والمصريين بداوا يدركوا ان فعلا زياده الوزن خطر. وقعوا في براثن. فكره الادراك دي مهمه قوي.